ليوائل محطتنا التالية، أعلنت وزارة التربية مؤخرا عن إمكانية تسجيل الأطفال ممن هم في عمر الخمس سنوات في الصفوف المفتوحة في مدارس التعليم الأساسي الحلقة الأولى من مشروع استعدوا للالتحاق بالمدرسة. فما الهدف من المشروع وما هي أساسيات تطبيقه؟ معنا السيدة كفاح حداد مديرة المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة والأستاذ الدكتور رامي الضلي مدير التعليم الأساسي. أهلا وسهلا فيكم. رمضان كريم. أهلا رمضان كريم. أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم. يعني اليوم موضوعنا كتير مهم، رح أبلش من عند حضرتك دكتور وأحكي عن يعني كيفية دخول الأطفال إلى المرحلة الدراسية بعمر مبكر، تصير ثقافة منتشرة بشكل أكثر. نعم. بسوريا بعمر أصغر من المتعارف عليه بالطبيعة. خلينا نحكي. نعم، أسعد الله أوقاتكم ورمضان مبارك. قبل كل شيء هي الاستعدادات للدخول إلى المدرسة. فالدخول احنا عندنا سن التعليم الإلزامي هو من السادسة حتى سن الخامسة عشر. المرحلة العمرية الخمس سنوات هي مرحلة الاستعداد للدخول هذه المرحلة، مرحلة التعليم الإلزامي، يعني خلينا نقول عنها المرحلة التهيئة للدخول مرحلة التعليم الإلزامي. فبات من الضروري رفع النسبة الكبيرة اللي ممكن تدخل في مرحلة التعليم الإلزامي من خلال التهيئة إلها بهذا المشروع. فهذا المشروع أعد من قبل زملائنا في مركز التنمية الوطنية للطفولة المبكرة، وكان الهدف منه هي التهيئة لهذه الفئة مرحلة العمر الخمس سنوات. طبعا المشروع الآن في عندنا استعدادات له من خلال التوسع التصاعدي لهذا المشروع، بحيث أنه يكون في عندنا البداية اللي انطلق فيها قبل زيادة في كل عام بنسبة وأعداد الشعب الصفية. نعم سيدة كفاح، حضرتك المسؤولة عن المشروع، خلينا نتعرف بشكل موسع عليه مع حضرتك. مشروع استعدوا الالتحاق بالمدرسة طبعا هو بدأ بال 2017، لكن نحن مشروع نحن لازم يبقى فترة معينة تجريبية، لأنه كل ما بدنا نتعامل مع الأطفال بدنا نكون كتير حذرين بكل مرحلة من المراحل اللي بدنا ندرسها لحتى نوصل للنتيجة الصح. 2017 طبعا بدأ بتخطيط لكل ركن من أركان العملية التربوية اللي بتحيط بالطفل، بالكادر التربوي، المنهاج، البيئة المادية، واللي كلهم بتتمركز اللي كلهم بيدوروا حول المركز الرئيسي اللي هو الطفل. عدينا الخطة بحيث أنه نكون حريصين بكل بند من هذه البنود الأربعة، الأركان الأربعة، حتى ينطلق هذا المشروع بالشكل الصح كانطلاقة. طبعا بدينا بعشر محافظات بشعب. طبعا الغاية الأساسية لهذا المشروع هو رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال. كمهمة أساسية المركز الإقليمي للطفولة هي رعاية الطفولة بشكل عام، وخصوصا مرحلة رياض الأطفال. منا بعد حضورنا كمركز إقليمي بنحضر كثير ملتقيات ومؤتمرات، كثير بيعز علينا على أنه نحن مركز إقليمي وفي سوريا، وتبقى نسبة الالتحاق برياض الأطفال نسبة قليلة أسوة ببقية الدول. فكان عنا الهدف الرئيسي، نحن صرنا نفكر بخطة شو الطريقة اللي نحن نسعى على رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال. طبعا المشروع لكل الناس، بالتالي كل من يستطيع يعني من لديه الوعي بتسجيل طفله بالروضة يمكن أن الالتحاق بهذا المشروع. نسبة الالتحاق برياض الأطفال بتعلى لما الناس كلها تسعى لتسجل ابنها، لكن احنا بنعرف انه مرحلة رياض الأطفال هي ليست ملتزمة مثل ما حكى الدكتور رامي. نسبة التعليم الإلزامي هو من عمر الست سنوات. مرحلة رياض الأطفال ليست بالسلم التعليمي، فبالتالي ليست مجانية. تتراوح طبعا الأسعار الحكومية، الأقساط الحكومية ليست بمنزلة الأقساط الخاصة، ولكن كونه ليست بالسلم التعليمي فالقطاع الخاص غالب، فبالتالي الأقساط عم بتخلي الناس غير قادرة على أنه تسجل أطفالها. احيانا نحن بنعرف بكل شفافيه احيانا الناس غير قادره على دفع الف على طفلهم. فنحن بدنا نرفع نسبه الالتحاق برياض الاطفال وبدنا الناس تسجل، فشفنا هذا المشروع اجى التفكير فيه بانه نحن نقدم لوزاره التربيه مشروع بانه يمكن انه الحاق شعبي على الاقليه بعدد معين من المديريات بالمحافظات حتى تكون الناس قادره على انه تسجل. وطبعا مثل ما حكى الدكتور هو المفروض يكون تدريجي لحتى ينجح ونوصل للمسوغات
وتحقيق الهدف لازم يكون تدريجي. نعم، خلينا ننتقل عند الدكتور رامي ونحكي، هل تم تهيئ مدارس لاستيعاب أطفال بعمر الخمس سنوات لدراسة ساعات محددة قد الطفل بيقدر يتحمل وجوده بعيد عن أهله؟ ممكن تم دراسة أو تطبيق مناخ محدد من الألعاب من العوازل؟ مثل ما بنعرف يعني بالروضات كيف المفروض تكون لحماية الطفل نفسيا وجسديا أيضا. طبعا هذا الشيء طبيعي، الغرفة الصفية بالنسبة لمدارس التعليم الأساسي تختلف بتجهيزاتها عن برنامج استعدوا. طبعا الطفل في مرحلة الخمس سنوات اللي هي المرحلة الثالثة من رياض الأطفال، نسبة المقاعد الصفية تختلف تماما بأعدادها وبتوزعها وبطريقة الجلوس حتى، يعني مو بس أعداد أيضا بالتوزع وطريقة الجلوس. طبعا التجهيزات تختلف تماما، ليست مقاعد صفية هي عادية، وهي أيضا في نفس الوقت على شكل طاولات ذات ألوان تختلف. المقاعد الصفية تكون فيها مفردة وغالبا ما تكون ذات ارتفاع بسيط تتناسب مع عمر الطفل، أيضا الطاولات تتناسب مع طول الأطفال، الجلسة الصحية لهم تساعدهم عليها، الألوان اللي موجودة تجهيزها من الداخل حتى الجدران، وجود مثلا الصوبية راح تكون مختلفة تماما، في إلها شبك حماية، معلمين الصف اللي يعطوا فيها الاختصاص راح يكون اختصاص رياض أطفال وليس اختصاص معلم صف، لكن هي بالتطبيق موجودة في مدارس التعليم الأساسي، وحتى كنسبة زمنية في طول الحصة الدرسية في إلها اختلاف عن حصص الدرسية اللي تعطى بالمدرسة. يعني أنا مو معقول أطبق مثلاً الزمن نفسه اللي أعطيه لدرس لصف السادس مع طفل في مرحلة رياض الأطفال المرحلة الثالثة. سيدة كفاح، خلينا نعرف أكثر من حضرتك، هذا المشروع ليش يطبق على عدد معين من المدارس مو كل المدارس، وليش هو اختياري وليس إجباري؟ هلا أول شيء لنبدأ بالسؤال من آخر، اختياري كثير مهم أنه نحن نشير لهالنقطة، لأنه كثير سوقت على التواصل على صفحات التواصل بأنه ما بعرف كيف صارت الأمور بأنه هو إجباري وصار التعليم عمر خمس سنوات وبأنه أول نقطة هامة كثير، هو ليس إجباري لأنه نحن ليس بفترة أو بمرحلة إلزامية، لكن نحن بنتمنى لاحقا من أهدافنا لهذا المشروع أنه يصير لاحقا إجباري بسنة على الأقلية من مرحلة الرياض. بعدين النقطة الثانية اللي بحب أنا أشير لها من ضمن السؤال، هو ليس مثل ما سمعت في شيء اسمه صار صف للمستمعين، هذا الحكي أبدا ما هو صحيح، لأنه المستمعين أول شيء لفئة معينة من الناس اللي هن أولاد المعلمين المدرسين، هذا قانون أو قرار قديم. تماما تعميم قديم. تعميم على أنه أولاد المدرسين بحق لهم يكونوا مستمعين، والمستمعين المنهاج اللي بيتلقوه هو منهاج صف الأول وبينعمل لهم سبر، وعلى مسؤولية الأهل بيصيروا صف ثاني. أما إجا نحن بدنا نجي على الشعب المفتتحة بمشروع استعدوا، نحن صممنا بالمركز فريق وطني منهاج خاص لهذا المشروع، خاص لغة إنجليزية، منهاج كراس يتناسب مع عمر الطفل. لعمر الطفل خمس سنوات ما نحن بدنا نسعى، نحن كراعين للطفولة ما بنسعى لحرق مرحلة هامة كتير من حياته اللي هي عمر الخمس سنوات تحضيرية للتعليم الأساسي. بالتالي صممنا منهاج خاص لهذا لهي الفئة، إنجليزي خاص ومنهاج كراس رياض الأطفال فئة ثالثة خاص لإلهم ما له علاقة بالصف الأول. بعدين مثل ما حكى الدكتور عنا بيئة، نحن درسنا البيئة، نحن غير مقبول إطلاقا بهالشعب إنه يكون في عنا المقاعد اللي هي موجودة بمرحلة التعليم الأساسي. فهي المقومات اللي حطيناها مسبقا تتطلب منا إنه ما يكون عام على كل المدارس. جواب لسؤال بدا حضرتك ليش؟ لأنه نحن بدنا نبدأ بتجربة صحيحة بمقومات بأركان تعليمية تربوية سليمة. فأنا إذا بدي أشتغل بشكل صحيح ما بقدر عمم على كل المدارس، نحن هدفنا يصير بكل مدارس سوريا الحلقة الأولى، لكن خلينا نمشي بشكل تدريجي لنوصل لصح. بس نحن رصدنا بأنه الطفل بده يكون في مربيتين أسوة بالروضة النموذجية المصممة داخل المركز الإقليمي، بده يكون في عنا مربيتين متدربات ايضا على يد فريق المركز الاقليمي اللي هو موجود بكل القطر ليس فقط بدمشق، بده تكون البيئه
نحن كمان نحن عم تدعمنا منظمات بصراحة لكونه الموضوع منه بالكلفة العادية، التعامل مع رياض الأطفال صحيح. ليس بالكلفة العادية، بالتالي هلأ في عنا منظمات عم تدعمنا، فنحن دعم المنظمات ما بنقدر نعممه بشكل كامل، نحن حنبدأ تدريجي حتى نكون كدولة كحكومة قادرين على أنه نحن نعمم على كل المدارس بشكل ويمكن تكون هي خطوة مبدئية، هي تتطور وتصير يمكن بشكل موسع أكثر بجميع المحافظات تمام. ممكن، ولكن خلينا نرجع نركز على موضوع بس بعد إذنك تفضل. بالمنهجية العلمية والفكر التنموي التي الآن تعمل فيه وزارة التربية وبشخص السيد الوزير، هذا المشروع إن شاء الله سيتوج بالنجاح إن شاء الله. أول شيء متابع للخطوات بشكل دقيق ويسعى لتعميم التجربة. هلأ حاليا عندنا 337 شعبة بكل المحافظات، هلأ عم يسعى لحتى يكون على الأقل فوق هدول الشعب، خلينا نوصل للستين بس بالطريقة اللي مخطط لها المركز الإقليمي بالطريقة الصح. فهو إن شاء الله يعني يتوج بالفكر الجديد الموجود بالوزارة اللي هو كتير ميداني ومتابع، إن شاء الله حيكون موسع بشكل كبير. نعم، بعد إذنك أستاذ دكتور بدي بس أحكي عن نقطة الكوادر يلي حضرتك حكيت عليها. يعني أهم شيء الأم، أي أم بدها تروح تسجل ابنها وخاصة بعمر الخمس سنوات بدها تشوف مين آنسته، بدها تقعد يمكن بالإدارة نعرف طبعا. تبدأ طبعا. تشيك عليه كل شوي إذا في كاميرات بدها تراقب هذا الشيء. نحن كيف زرعنا هذا الأمان للأهالي بالبداية طبعا. لحتى يأمنوا على أولادهم وجودهم بهي الروضة؟ هلأ كمان هذا الحكي كتير سمعناه وكتير إجتني تساؤلات عن الموضوع بأنه هذا الطفل خمس سنوات له معاملة خاصة. نحن أكثر شيء راضين هاي النقطة بأنه كل معلم حطينا شروط ومعايير وزعناها على كل مديريات التربية لاختيار المرشحات للعمل في هذا المشروع. المرشح أول هدف لازم يكون عنده رغبة، لأنه إذا ما عنده رغبة للتعامل مع الطفل ما بتقدر تتعامل معه. ثاني شيء لازم تتلقى تدريب أقل شيء 14 يوم من قبل فريق التدريبي الموجود بكل القطر. والنقطة الهامة على أنه بده يكون في عنده أصول تعامل مع الوسائل التعليمية والبيئة المادية الموجودة بالصف. هذا كله بتتلقاه بالتدريب يلي بدها تاخده إن شاء الله من المركز الإقليمي. النقطة اللي كتير بتمنى أنه نشير عليها ونستثمر لقائنا معكم، لأنه كتير القطاع الخاص صار يخاف على الموضوع، صار حتى رياض نقابة المعلمين نحن موضوع المنافسة كتير بدنا نوضح نقطة. نحن كمركز وزارة التربية كراعية لهذا المركز تسعى لزيادة نسبة الالتحاق برياض أطفال، هو غير منافس، القطاع الخاص كتير رديف مهم لعملنا، بالتالي نحن الشعب الموجودة هي لازم توجهت للناس اللي وضعهم المادي غير قادر على أنه يحطوا برياض الخاصة أو حتى برياض الحكومية، لازم التوزع الجغرافي يكون عادل، منا مأسرة على كل المعلمات اللي عم بيتعاملوا مع الطفل ببقية الرياض، فبالتالي نحن داعم للكل. ونحن بالنهاية تكاتف عمل قطاع خاص مع قطاع حكومي لحتى نسعى لرفع نسبة الالتحاق بالطريقة الصح. دكتور رامي، خلينا نحكي عن موضوع الاستيعاب بهي المدارس وكيفية الالتحاق والتسجيل. نعم، طبعا القدرة الاستيعابية بالنسبة للمدارس مثل ما تحدثت الأستاذة كفاح الحالية هي 337 شعبة. طبعا هذه الشعب هي على أرض الواقع، كان في طموح وتمني أنه يكون في عندنا الآن في كل مدرسة، نتمنى احنا أنه يكون في عندنا الآن في كل مدرسة شعبة صفية لبرنامج استعدوا، هذا طموح مشروع لقيناه في مواقع التواصل الاجتماعي. الآن الوزارة تسعى بتوجه بشخص السيد الوزير أن تكون هنالك التوسع والزيادة، لكن كما تحدثنا بشكل تصاعدي. لماذا؟ لأنه استعداد المشروع يحتاج إلى تهيئة بنية تحتية، هذه البنية التحتية هي متطلبات أساسية. على سبيل المثال مو من الضرورة أنه يكون في عندي على سبيل المثال مشرب مي في التعليم الأساسي مساوي للموجود لرياض الأطفال، لا خاص فيهم لأنه مستوى الارتفاع لهذا المنهل يختلف عنه تماما، دورات مياههم خاصة فيهم، آلية التعامل معهم خاصة فيهم، الإدارة نفسها تكون مهيئة ومستعدة أنه تدرب كيف تتعامل مع هؤلاء الأطفال، حتى الموظفين والعاملين اللي موجودين معهم المعلمين الصف المستخدمين غيره كله يكون مهيئ ومدرب لهذا المشروع، وبالتالي الطموح المستقبلي التوسع والزيادة. الآن اللي على أرض الواقع نعم
التسجيل ضمن هذه الشعب وضمن الأعداد الموجودة على أرض الواقع. هو مجاني لكل المواطنين؟ طبعا مجاني. لا ما بيتجاوز 25 طفل. لا يتجاوز 25 طفل بالشعب الصفية الواحدة. العدد حسب الكلية. حسب إمكانيات المدرسة. إذا كان في عندهم صفوف شاغرة ممكن يكون صفين بالمدرسة. بدهم يكونوا مدراء التربية أو المجمعات التربوية دارسين المنطقة الجغرافية. هل المنطقة فيها عدد كبير من الناس اللي غير قادرة أنها تحط أطفالها بالرياض؟ بالتالي ممكن تكون المدرسة فيها شعبة، ممكن شعبتين، مو أكثر مبدئيا، لأنه نحن عم نشتغل هدفنا التوسع بكل مناطق جغرافية. فبالتالي إذا كان غرفة بمدرسة خلينا نكون بمنطقة تانية غرفة بمدرسة تانية. والتسجيل مثل ما حكى الدكتور التسجيل كيف الناس فيها تعرف المدارس اللي فيها الشعب؟ يعني فيهم يتوجهوا لمديريات التربية. نحن كجهة كمركز إقليمي عم يوصلنا من كل مديريات التربية، وحطيناها على موقع حتى كل مديرية نزلنا أسماء المدارس. نعم. وبس بدمشق؟ لا كل المحافظات السورية. أي حدا بدينا مشان نخبر بدينا بعشر محافظات بال 2018. خلينا نذكر تماما، خلينا نذكر بكل المحافظات حتى ضمينا الحسكة إدلب تقريبا. خلينا بس نعرف المشاهدين كم مدرسة بالمحافظة هي قادرة أنها تستوعب تقريبيا؟ لا مو تقريبي، في عدد أكيد هلأ مجهزة بشكل جيد بالمعايير اللي حطها المركز. خلينا نقول ما بدي أقول 337، 300 شعبة موزعة بشكل طبعا في محافظات أكثر من محافظات. هذا شيء طبيعي لأنه أصلا الوضع بيفرض أن تكون محافظة يعني أكثر من إمكانية الاستيعاب. تماما. هلأ والمفروض أنه ما يتجاوز 25 ضروري لتطبيق الشيء اللي بدنا إياه. نحن بدنا النهاية تحديات، بدنا نشوف شو التحديات اللي عم بتواجهنا لحتى ناخذ الإجراءات اللازمة بعدين. فبالتالي لازم التقيد بالعدد 25 طفل، والشعب موزعة بمدارس منا بكل مدارس حكينا، وبإمكانهم الناس يتوجهوا لمديريات التربية بياخذوا اسم المدرسة القريبة من سكنهم وبيشوفوا إذا شو الشعبة، وبإمكانهم طبعا بدهم يراعون الناس بأنه إذا أنا ابني ما صار لي إني أنا ما رح تبكر لسجل ابني وما صار لي إني سجل. بالتالي عفواً أيمت بيكون يعني هو بالصيف بالشتاء؟ تسجيل بدين المرحلة الأولى ب 27/4 ولغاية 21/5 هي المرحلة الأولى. نعم. المرحلة الثانية في حال عدم اكتمال العدد المرحلة الثانية تبدأ مع افتتاح العام الدراسي بالأسبوع الإداري الأول. متى أعلن العام الدراسي؟ في عند الأسبوع الإداري الأول. نعم. هنا وارد الزيادة. خلال مرحلة الزيادة طبعاً الزيادة لماذا لا نستطيع وطالبون الكثيرين ومثل ما تحدثت الأستاذة كفاح أنه في عندنا إحنا رغبة بالزيادة وطالبوا الأهالي أنه يكون في زيادة في كل مكان، هي رغبة من الوزارة. لكن الآن أنا عندي شيء على أرض الواقع. أنا عندي على سبيل المثال مدرسة بست شعب صفية، 6+1 هو النموذج المعتمد غالبا في معظم المدارس، إذن في كل طابق. إذن أنا عندي معناها على هالحالة من 1 إلى 6 كل شعبة في إلها صف. إذا متوسطة بال40 أنا لا أستطيع أن أقوم بافتتاح أي شعبة. صحيح. إذا بدي أدمج شعبتين صف العدد عندي 90 طالب بالشعبة هذا مستحيل. هنا في إمكانية في حال أنا عندي العدد بسيط، في عندي إمكانية أني أتوسع وأختز العدد شعب التعليم الأساسي. لو أفضي على سبيل المثال أترك مجال لغرفة صفية واحدة، فأنا هون أقلعت بالمشروع بغرفة صفية. بالمستقبل ممكن نزيد بغرفتين، ممكن المدارس الأخرى المجاورة إلها قد يكون في عندنا مجال للتوسع أيضا، ما في مشكلة أيضا. لكن ليس في كل المدارس. أسماء المدارس عممت وموجودة في كل مديرية وعلى موقع المديرية. موقع المديرية نعم، موقع مديرية التربية في كل محافظة. كل مديرية نعم فيها أسماء المدارس بالتفصيل على الفيسبوك. نعم. أو على الموقع تبع. نعم. مديرية التربية. بس التسجيل مباشر. التسجيل تماما. يعني. أستاذة خليني أحكي عن نقطة، يمكن نحن حكينا عن الشروط يلي نحن مأمنينها لطلابنا. نعم. ولأبنائنا بعمر الخمس سنوات ومراعيين ظروف كثيرة، شو هي الشروط لحتى نقبل الأطفال بعمر الخمس سنوات؟ شو هي الشروط المترتبة على الأهل لحتى أولادهم يكونوا مناسبين للدخول ودمجهم بمجتمع وأطفال آخرين؟ نعم. أشكرك على هذا السؤال، هذا السؤال هام توضيحي جدا. أول نقطة وأهم نقطة حول موضوع شو هي الشروط والورقيات. الشروط هي أن يكون في سن المناسبة لهذا المشروع، يعني سن الخمس سنوات. لكن في عندنا بس تبسيط وتوضيح سهل في السيد الوزير. التاريخ نهاية النقطة. هلا نحدد التواريخ أستاذة، بس هذا الموضوع أساسي وجه في السيد الوزير فورا باللحظة الأولى للتسجيل. لا توجد أي ورقيات، وعبارة عن أنه ممكن التسجيل أن يتم بورقيات
إن حدث أي شيء هو موضوع فقط دفتر العائلة، صورة من دفتر العائلة، وسهل أكثر سيد الوزير ممكن أن يكون إلكترونيا، يعني ممكن يكون حابله الأب معه دفتر العائلة صورة على الموبايل، وممكن حتى إذا يكون في عنده تصوير له أو الدفتر الحي إذا موجود. الأعمار بالنسبة للعمر هو سن الخمس سنوات في عندنا إحنا مرحلة التعليم الأساسي. الشهر الأول من مواليد 2015 هو يدخل في سن التعليم الإلزامي تلقائيا، وبالتالي هو من الشهر الثاني من إشباط واحد إشباط وما بعد. لكن أبناء المعلمين وأبناء الشهداء وجرح الحرب العجز الكلي، هذه الفئات الثانية حتى وإن كان لنهاية الشهر الـ 12 إلى 31/12/2015 هذا بإمكانه فورا التسجيل المباشر. نعم. التسجيل كصف أول مستمع، يعني بعيداً وبالتالي ليس هي. بحاجة إلى الدخول في هذه الشعب. نعم. تمام. هنا دور الأستاذة كفاح بموضوع يعني الشعب الصفي. يعني يحسب كأبناء المعلمين والمعلمات. أي طبعاً كأبناء المعلمين. يعني إنه ما لازم الشهداء يعني وذوي الحرب هي ما تكلمة. لازم يكونوا ياخذوا دور الناس اللي بتنطبق عليهم شروط استقبالهم بهي الشعب. يعني مثل ما حكى الدكتور إنه في كتير تسهيلات للناس بإنهم يكونوا صف أول نظامي، يعني أولاد المعلمين. ليش لحتى أنا أحطهم بهي الشعب وأخذ فرصة غيرهم وهو بحق له يكون صف أول، مع أنه أنا كاختصاصي الطفولة بحب أنه الطفل مثلا عمره 5 سنين مع أنه ابن معلمة بحق أنه يفوت بهي الشعب، بس نحن لكونه بمرحلة تجريبية والعدد الشعب المفتتحة قليل، فأنا لحتى أعطي فرصة للناس أنه تسجل أبنائها وتسجل وفي يعني وما إلي أنا غير هالفرصة، فأنا بتمنى على المعلمين أنهم يعطوا دورهم للناس، وخاصة أنه في إقبال كتير. نحن كتير بنتمنى لأنه عندنا معلمين كتير كتار. ست كفاح، بس قبل ما نختم لأنه معنا دقائق قليلة، خلينا نحكي على نقطة. في كتير من الأطفال هنا بيتأخروا بالنطق، في كتير من الأطفال ممكن عندهم حالات خاصة للاندماج بمجتمع ومع أطفال تانيين، ونحن بنعرف بعمر الخمس سنوات الطفل قد بيلقط بشكل كتير كبير. صحيح. يمكن صح. شو هي الشروط يلي نحن يعني نشيك عليها على الأبناء لحتى نحن نقدر نقبلهم ولا لا؟ طبعا. بهي المدارس خاصة أنه هي شيء جديد. صحيح. يعني علينا هلأ نفس المعايير اللي نحن بنتبعها بتسجيل أطفال روضة النموذجية الملحقة بالمركز أنا عممتها على كل الشعب الصفية المفتتحة. أول شيء بده يكون في مقابلة للطفل وقت اللي بده ينقبل بهي الشعبة، بده يصير في مقابلة للطفل، مو مقابلة تحديد مستوى. نعم. أو شيء لا، وإنما مثل ما حكيتي لحتى نشوف وضعه، هل عنده احتياج معين. هل إذا عنده احتياج معين بصراحة نحن ما وصلنا لمرحلة بهي الشعب إنه أنا يكون عندي مرشد نفسي لهي الشعب. هلأ كتير منيح إذا بيكون في اجتهاد شخصي من إدارة المدرسة لأنه نفس الإدارة هي الشعب مع المدارس، كتير بيكون لأنه نحن عندنا مرشد اجتماعي ومرشد نفسي. نعم. بالمرحلة التعليم الأساسي وهيئنا وأمننا في كل مدرسة فيها برنامج استعد يكون فيها مرشد اجتماعي. فكتير مهم أنه تأخذ الدور وتشوف إذا في عنده احتياج، فحكما لا يقبل بالشعب مبدئيا، بيكون في مراكز معينه، بيكون في مراجعه المركز الاقليمي لتقييم الحاله. نعم. ونشوف. نعم. فنحن حاولنا انه ندرس العمليه بشكل من كل الجهات لنقدر نبدا صح لنتابع صح. ان شاء الله موفقين كثير اكيد بمشروعكم. حكينا مع حضرتكم عن مشروع استعدوا للالتحاق بالمدارس. بدنا نشكرك كثير الاستاذ الدكتور رامي الضلي وان حضرتك مدير التعليم الاساسي، والسيده كفاح حداده مديره المركز الاقليمي لتنميه الطفوله المبكره. شكرا لكم. شكرا كثير اساتذه، وخطوه مباركه، وبنتمنى انه يكون كمان افضليه مو بس لابناء المعلمين، كمان يعطوا دورهم ان شاء الله. هيك بنتمنى ونتمنى الصفوف تكون. نشكركم ايضا على أكثر. هذه الخطوه اللي ساعدتنا كتير على ايضاح المعلومات. صحيح. شكرا كثير لكم واهلا وميت سهلا.